الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الله عز وجل يقول: وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون. والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام لما نترك المعاصي والذنوب ونقبل على الله من أجل الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. من هم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الله عز وجل يقول: وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون. تدري ختم الآية بماذا؟ أفلا تعقلون. الله أكبر، أين أصحاب العقول؟ وين أصحاب الشهادات؟ أفلا تعقلون. والله يا بدر كثر الله منها في القرآن. اسمع ماذا قال الله: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ختم الآية بماذا؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من أراد دار السلام فعليه بالهداية والاستقام وطريق النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. شباب بالله في أحد فيكم طفشان؟ والله ما في، إنه السعادة من صراحة وجههم. صراحة كلكم مبسوطين مرتاحين مطمئنين سعادة؟ طيب ايش رايك لو حياتك كلها زي كذا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا إخوان الله عز وجل ما أوجدنا إلا من أجل العبادة. الله أكبر. لا سفل ندور والله من جد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيش قال قبلها الآية اللي قبلها؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكرهم ليش خلقناهم؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس ما في شيء ثاني إلا ليعبدون. الله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. تدري كم نبي؟ مثل الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 124 ألف نبي. وكم رسول؟ 314 رسول. كلهم جو اعبدوا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا شباب. شيخ بدر بالله معلش قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا. يا أخي والله عيب. قل أفلا تذكرون. الله يقول لنا كذا والله ما نستحي من الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذا كان كلام الناس جميعا أنها لله لما نتوب إلى الله؟ لما نترك المعاصي لله؟ لما نسير مع الصحبة الطيبة لله؟ لما نقرأ كلام الله من أجل الله؟ لما نستحي من الله؟ لما نذرف الدمع من أجل الله؟ لما نترك المعاصي والذنوب ونقبل على الله من أجل الله؟